في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا وتفادي إغلاق عام ينهك اقتصاد البلاد، تتقوقع دول في الاتحاد الأوروبي داخل نطاقه، تغلق الحدود وتمنع بعض الوافدين من الولوج إليها برا وبحرا وجوا. لا سبيل إلى العبور إليها من الدول التي ترزح تحت وطأة انتشار فيروس كورونا بنسخته المتحورة. السلطات الألمانية أعلنت حظر السفر من 5 دول، هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وكذلك جنوب إفريقيا، حتى 17 فبراير القادم. وللحد من تسلل الفيروس إلى فرنسا، أعلن رئيس وزرائها إغلاق حدود بلاده بدءا من الأحد أمام الرحلة القادمة من الدول غير الأعضاء في التجمع الأوروبي أو السفر إليها من بلاده ما لم يكن هناك مسوغا قاهرا. قيود أخرى فرضتها السلطات الفرنسية على أولئك القادمين من الجوار الأوروبي، فالاتحاد يعارض فرض حظر سفر شامل بين دوله أو إغلاق حدود دول داخله، رغم سعي بعض أعضائه إلى إقرار قيود أكثر صرامة على التنقل. وفي بلجيكا إجراءات مماثلة تسري حتى 1 مارس القادم. خارج حدود الاتحاد، المملكة المتحدة تمنع السفر لدولة الإمارات العربية وتتهمها بالتسبب في انتشار الوباء على أرضها، فسياسة دبي في التعامل مع الجائحة واستقطاب السياح من كل حدب وصوب للاستمتاع بنشاطات حرمتها عليهم سلطات بلادهم بفعل الجائحة تتعارض مع إجراءات اتخذتها تلك السلطات لوقف تمدد الوباء.